بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اول امبارح عملت فيديو على اكتر 5 مدربين انا ما بحبهمش، وطبعا حطيت فيهم ديجو سيميوني. بس الازمه بقى ان انا بتعلمش، يعني باجي دايما اشجع اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا. ليه بقى؟ لازم احرق دم شويه، انا جاي هنا جلد ذات، جاي بشجع اتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد. قلت يا رب اتلتيكو مدريد يعمل حاجه، يعني اتلتيكو مدريد عنده مفترض رزنامه لعيبه تفرق معاه. كراسكو غيابه مؤثر، كوكي غيابه مؤثر، بس انت بتلعب قدام فرقه كجماعيه اداء ضايعه، هي كلها شويه فرديات، برونو على كريستيانو رونالدو على ماركوس راشفورد على لعيب مثلا زي بول بوجبا، سانشو لما بيكون في حالته. انت بتلعب ضد فرديات، ما بتلعبش ضد مجموعه يقال عنها ان هي فرقه قويه. انت بتلعب ضد شعار كبير هو شعار مانشستر يونايتد، انما مجموعه لعيبه تعرف تكسبها عادي جدا. وسبحان الله تنزل اول 10 دقايق بتهاجم بتهاجم بتهاجم. كوندوفيا يعني عامل اداء كويس جدا، بينسيك فكره كراسكو. 3 5 2 كويسه جدا، 3 5 2 نص الملعب، يورينتي وموجود معاه هيكتور هيريرا ورونالدو لودي وفرسالكو، وقدامهم انخيل كوريا وجو فيليكس، ومفترض ان في 3 3 3 في خط الدفاع، سافيتش وخيمينيز ورينالدو. تمام، حلو قوي. 3 5 2 دي لذيذه جدا، وخصوصا كمان انك سجلت هدف في اول 7 دقايق. ولو بصيت كده ناحيه اليمين عند مانشستر يونايتد هتلاقي ان تقريبا معلومه ان كراسكو جاله فيروس كوفيد ما وصلتش لسه ليه مانشستر يونايتد، ولا وصلت لسه ليه رالف رانجينيك، اللي هو رانجينيك حرفيا منزل فيكتور لاندلوف علشان خاطر كراسكو، بس ما لقاش كراسكو لقى رينان لودي. يعني هو انا ما اعتقدش ان هو كان حاطط لعيب زي لاندلوف علشان خاطر رينان لودي خالص، يعني هو كان حاطه علشان خاطر كراسكو. وهنا بيبين لك مانشستر يونايتد ماشي ازاي، يعني هو حاطط لعيب للعيب واللعيب ده مش موجود اساسا عشان مصاب، اللي هو بسم الله مش انت بتلاعب فرقه في الضياع حرفيا، بس مع ذلك بتسيبها تخش معاك في الجيم بقى. يعني انت جبت فيها جول في اول 7 دقايق عن طريق جو فيليكس، كره عرضيه جو فيليكس عارف ياخدها من كل الاطوال اللي موجوده في 18 مانشستر يونايتد، هاري ماجواير على لاندلوف على فاران عارف ياخد الكره من الاطوال دي كلها. يلا بقى يا معلم نهاجم تاني. لا نهاجم تاني مين؟ احنا نشد خط وهنرجع ندافع تاني. طب ترجع تدافع تاني ليه؟ معاهم كريستيانو رونالدو، انا بخاف من كريستيانو رونالدو قوي. محدش يلعب عرضيات كريستيانو، عرضيات مين؟ بيلعب باك يمين مساك والباك الشمال لوكشو، هيظبط عرضيه من 5 6 عرضيات، انت خايف من ايه؟ و3 5 2 3 بتاع نص الملعب والضرب الكتير هتلاقي برونو تايه فيه، ولاعيب زي بوجبا وفريد نص الملعب كان ضايع منهم. بس بسم الله ما شاء الله العيال اللي مش واثقه في نفسها، انت سبت لها الكوره قلت لها بصوا يا جماعه الكوره حلوه والحاله لذيذه، ثقوا في نفسكم شويه هترجعوا معانا في الجيم. انت بتعمل فينا كده ليه يا اخي؟ انت بتعمل كده ليه والله بجد؟ يعني بتعمل الفرقه كانت ضايعه مش جايه خالص معاك سكه، سبت لهم الكوره ويلا يا جماعه هاجموا براحتكم. الشوط الثاني برده دخلت اول 10 دقائق تهاجم كويس. طب نغير بقى، ننزل جريزمان مكان جو فيليكس اللي تعب من كتر الضغط هو واخر كوريا، لا هسيبهم زي ما هم. طب نزل سواريز، لا ما بعتمدش على المرتدات. طب سواريز هيجيب لك كوره من فوق، ما مش عايز سواريز. طب هاجم بقى، لا انا هدافع يا حبيبي، ده ليدز هاجمهم الماتش اللي فات جاب فيهم جونين، انا هدافع، ده مانشستر يونايتد هدافع ايه بس؟ انت عايز مننا ايه؟ دخلت حتى رالف رانجينيك في الجيم، رانجينيك قال لك انا فين كراسكو اللي انا كنت عامل حساب مش موجود، قوم يا بيساكا سخن، وراح ما هو اليكس تيليكس، وراح كمان يلا عم ايلانجا هتنزل مكان راشفورد، ايلانجا مكان راشفورد، وراح مطلع الباكين ونزل بيساكا ونزل اليكس تريس. دخلت راجل في الماتش، دخلت راجل في الماتش وش، وانت مكمل برضه بنفس التشكيله هي هي وبنفس الاسماء هي هي، واللعيبه بتاعتك بدات تتعب من كتر الحاله الدفاعيه اللي هم مجبرين عليها علشان خاطر حضرتك مدرب جبان. وبسم الله ما شاء الله الغلطه حصلت ومانشستر يونايتد سجل هدف التعادل. بس طبعا لازم نغير الحقيقه، لازم ننزل جريزمان، لازم ننزل توماس ليمار مكان رينال لودي. رينال لودي معلش عمل مجهود يعني مبالغ في الشوط الاول، وعمل مجهود مميز جدا، وكان حرفيا مسح بفيكتور لندلوف البلاط. بس بسم الله ما شاء الله، يعني لازم بقى هي تطلع تعادل، لازم لازم، لا ومش لازم كمان تطلع تعادل، ده لعيبه مانشستر يونايتد دخلوا في الجيم لدرجه ان هم حرفيا كانوا عايزين يخلصوا الماتش بدري بدري، كانوا عايزين يخلصوا الماتش 2-1 ليهم. كان في تغييرات بتاع ماتتش مكان بول بوجبا،
ما هو بعيد عنك يعني، رالف رانجينيك التاني مش هينزل اتنين باكات يطيروا وهيخلي بوبو ويخلي فريد، لا لازم يلعب باتنين ديفندرات عشان يقفل نص الملعب اللي هو بسم الله ما شاء الله سيميوني ضد رالف رانجينيك، وانت قاعد تتفرج على ماتش غريب جدا من على الدكه بره، بس قاعد تبص كده اللي هو يا جماعه اتلتيكو مدريد مفترض ان هي عندها لعيبه بتعرف تهاجم، بس سيميوني مالوش دعوه بموضوع الهجوم ده، اللي هو عمي خلاص انا راجل غبي مش هعملها معاك تاني، انا مش هشجعك تاني يا عم، مش ارحمني ارحمني، ده هي فكره ان هي ب 60 نيله والله ما هكررها تاني، خلاص انا قفلت بالنسبه لك خالص، بس انا اكيد هشجعك في العوده ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يحلها ربنا ساعه ماتش العوده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو انت من انصار كريستيانو فكريستيانو هيفضل عوده دايما لسيميوني، ولو انت من انصار اتلتيكو مدريد القليلين جدا فالله يكون في عونك، ابروه على كل اللي انت بتشوفه كل ماتش، ده انا ماتش واحد بس ما اتحملتش البيبي ده، الله يكون في عونك، انت بتحمل كتير قوي والله.